مرحبا بكل من التحق بنا في برنامج الماتينال اللي نمشيو نختموا مع علي شيف. مرحبا بك فاطمة، ختامها مسك باش يكون مع شيف فتحية الشواشي ومع هالوصفات المزيانة اللي حضرتها. ألوغ أنا اليوم اخترت باش نعمل ميني همبرجر، لكن مش كيما العادة. العجينة متاعي عجنتها بالماي البيتراف، خلطته كسوا تعملوا ماي بيتراف تعصروه، وإلا تخلطوه مع الحليب اللي تعجنوا به، ولا مع الماء، هذاك ليكم انتم الاختيار، خاطر فهم برش عبيد ما يكلوش الحليب. عجنته جوست ببساطة، عظم زبدة شوية زيت ديو بلوس نجمة، خلطته مع بعض وحطيته خمر، خميرة انستونتاني سماخ شيف راهي هي اللي طلع لكم الخبز منفج مليح، وترميوها طول في الفرينة، ما تخليوهاش وحدها وما تبلوهاش وما تنفخوهاش الخميرة، ارميوها طول في الفرينة، وأنا نضمن لكم نجاح اللوحة. بطبيعة إذا كان بالماء ما معدني، إذا كان بالحليب ولا حاجة أخرى ولا جو، هذيك تعملوا طول ما فيهش حاجة اللي تقتل الخميرة. بعد زينتهم حطيتهم خمروا وطابوا، حطيت في وسطهم ترانش جبن مرياح. أنا اليوم اخترت الفروماج بلون مرياح، خاطر خفيف ويعطي يوميديتي للهمبرجر، وإحنا محبوه الشايح برشا. استعملت فيه التن البدر، استعملت زيت والتن بيدو، دهنت عملت جي تختيني بشوية زيت، خاطر حليت زيت زيتونة البدر، خذيت استعملت الزيت متاع التن، وعملت في وسطه زادة هريسة سيكام باش تعطي نكهة شوية غلفي متاع الهمبرجر. هو راهو بان ساندويتش، لكن فورمتو همبرجر. بحذا هذايا عملت الجاتو هذايا شوكولا، سهل وبسيط، تلقاو الروسيت نتاعو فوق الباج نتاعنا. استعملت فيه خميره نتاع جاتو سمارت شيف، سكر فاني سمارت شيف، فرينه سبيسيال جاتو ورده، واستعملت فيه مع الزبده، قسمتها في اثنين زبده وزيت ديو بلوس نجمه. الوغ الخلطه سهله وبسيطه، كنت تبعونا أتوا تنجحوا فيهم وتجيبوهم كيما جبناهم احنا. ان شاء الله تكون عجبتكم البارت اليوم، ونقول لكم ابعثونا اقتراحاتكم على الباج اوفيسيال ماتينال. الى اللقاء في حلقه اخرى. يعطيك الصحه شيف فتحيه الشواشي. انا مشاهدينا اليوم حضرت زوز اطباق، الاول كان كسكسي بالمناني والسفرجل، شفنا كيفاش حضرنا الكسكسي نتاعنا بطريقه بسيطه كيما الكسكسي العادي، نفس التفاحات، خذيت شويه زيت نجمه ديو بلوس هذايا اللي هو فيه فيتامين او، دونك حاجه مزيانه برشا. سخنته شويه وقليت فيه الفلفل الزينه، معاها مروس بصل وصبيت عليهم الماء باش ما يتحرقش الفلفل نتاعي. بعد زدت عليهم طماطم سيكام، مقدار 3 مغارف طماطم على الكيلو كسكسي، 3-4 مغارف حسب كبر المغارف اللي استعملوها. يتقلى هذايا الكل مع شويه تابل، شويه كركم، شويه ملح، فلفل اكحل، وحاطين معاهم الثوم، ما ننسوش الثوم. دونك هذايا الكل نمرقوه ونخليه الكسكسي يفور فوق منه تفويره. انا اخترت كسكسي جيد من عند ورده، يتفور تفويره واحده. من بعد نعاودوا ما بين التفويره والتفويره نمرقوه بشويه مرقه هذيك الغليت لوطه، ونعاودوا نفوروا الكسكسي نتاعنا. نخليوه مده دريج دريجين يتعدى منه الفابير الكسكسي، وقتها نسقط السفرجل يطيب حكايه الدرج، وبعدها نزيد عليه الحوت اللي هو اليوم المناني اخترناه. دونك هنا خاطر ديما سبق سفرجل خاطره اكسح شويه من المناني، ما ياخذوش فرد وقت نتاع كويسون. دونك بعد ما يطيبوا هذوما الكل نزكي الكسكسي نتاعي، نزيدوا شويه كمون وشويه ثوم، وكان تحبوا قرايين فلفل معاهم يسيرش. هذايا الكسكسي بالمناني والسفرجل، بعدها سقيناه وقدمناه بهالطريقه هذه. انا معاهم هما حبيت اليوم نعمل سلايطه، اخترتها باش تكون بالطماط والموتزاريلا. شفنا عندنا موتزاريلا بنينه برشا احنا ومزيانه من عند مرياح، جينا 100% حليب اكيد ديما نقول لكم، وهي ديما اللي شجعني على استهلاك منتوجات مرياح كونه مراقب صحيا، ديما عنده مراقبه صحيه حتى الابقار في حد ذاتها في المرعى نتاعها، لين يوصل لحليب معنا السيركوي نتاعو كامل، اللي يتحول يولي انواع نتاع دي فروماج لبنان كيما تشوفوا في لي بلاتو. دونك الموتزاريلا قصيناها دي رونديل، معاها دي رونديل نتاع التومات، حطيناها مانتيغ كاري على بعضهم وفوحتهم من فوق بشويه ملح، شويه فلفل اكحل، وحطيت معاهم شويه احبق اخضر، ما ننسوش زيت نجمه. هذه الوصفه والوصفات اللي حبينا اليوم نقسموها معاكم. ثم وصفات جديده ديما تستناوها في نفس التوقيت على قناه 9 في برنامج الماتينال. من عندي نقول لكم انا الى اللقاء والسلامه. مشكورين للشيف، لي غوسيت هذوما الكل تلقاوهم على باج الماتينال. نجو معاك صافي.
جينا يا فاطمة الوقت الغوميرسيمون ونشكروا السبونسور نتاعنا اللي لاهين بينا وفرحانين بينا. نبداو بالارتيست كوافور يمن بور لا ميزون بوتي، واللي تلقاوه في حي الواحات العوينه باج فيسبوك وانستغرام يمن الارتيست كوافور، وديما طلوا على لي برومو اللي عاملهم. كيف كيف نعمل غوميرسيمون الجايس اللي قاعد يلبس فيا، تلقاوه في سكره في نابل وياسمين الحمامات، يلبس نساء ورجال كبار وصغيرات، اكسسوار وصبابط وسيكان وكل ما يهم لا ديكوراسيون نتاع دياركم. باج فيسبوك جويس اي باج انستغرام جويس اوفيسيال، وديما ادخلوا لي باج باش تاخذوا فكره على لي كارت دو فيديليتي. ميرسي يا صافي. نبدي نشكر سنتر ديستيتيك باك ستيج، تلقاوها في العوينه باج فيسبوك وانستغرام باك ستيج، ديما عندهم لي باك لي فورفي، ادخلوا واكتشفوا ايش نوع عندهم. نشكر زاده البوتيك اللي تلبس فيه اللي هي سي ان ديم، تلقاوها في طريق سكرا باج فيسبوك وانستغرام سي ان ديم سكرا. نشكر انزو شوز، الباج فيسبوك نتاعهم هي انزو شوز، الانستغرام انزو شوز اوفيسيال. انزو شوز تلقاوها في المنزه السابع بحذا سنتر اكرام. دونك زوز حاجات نحب نحكي عليهم في انزو شوز واخلاف، اللي هما كل جمعتين ما عندهم كوليكسيون جديده للكبار والصغار، زاده عندهم جديد اللي هما ولات مثلا المراه اللي عندها بوانتور كبير من 41 حتى تكش 44 راك تلقى الصبابط اللي تحب عليهم الكل بالبوانتور هذيا عند انزو شوز. كيف كيف للناس اللي ممكن بعاد وما نجموش يهبطوا ولا خايفين من كورونا، راه تنجموا تدخلوا على الانستغرام تدخلوا على الفيسبوك وتعملوا ليفغيزون، راهي غراتويت على كامل الجمهوريه. ميرسي بوكو ليكيب الاعداد، زميلتنا الصحفيه هاله بن جمعه والصحفي رشد البي، مشكورين ليكيب تكنيك، ميرسي بوكو جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ميرسي بوكو جماعه يعطيكم الصحه. ميرسي ميرسي. دونك حكيم حكيم سيد، هذا سيد ميرسي يعيشكم ان شاء الله كل عام حي بخير. ان شاء الله كل عام يعيشكم يعيشك كل عام منور المتينات يعيشك ومزهيتنا عمرتنا جاوب. امين يا رب العالمين. مع بعضنا ان شاء الله الناس الكل يعني نازله على الساحه، يعني ارجو نقول للجمهور ميرسي بوكو، ملتقانا ان شاء الله غدوه وخلنا ننزل على الساحه. بسلامه. وردة سرها المحبة. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كي فاحت ولات حكاية، وكي طابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب، نجمة راك حرة. كي يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاصته ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم.
وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ ما سمحت شيف مسهل هالبنة. تساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالاً وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما.